الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاحبه الكرام اهلا ومرحبا بكم واولى حلقات برنامج الحقوق الضائعه ما اكثر الحقوق الضائعه بيننا للاسف الشديد الذي يتامل احوالنا في البيوت يحزن الذي يتامل احوالنا في الشوارع في المساجد في المدارس في المصانع فان الحزن يسيطر عليه كثير منا للاسف الشديد يتفنن كيف ياكل حق الاخر مع ان الاسلام علمنا على غير هذا ربانا وادبنا كيف نؤدي الحقوق وكيف نحافظ عليها وكيف يكون بيننا تالف وترابط كبير للاسف الشديد ليتامل او الذي يتامل احوال الكثير منا الزوج والزوجه الولد مع ابيه البنت مع امها الولد مع اخته يجد للاسف الشديد العناد هو سيد الموقف يجد للاسف الشديد كيف تضيع بيننا الحقوق بسهوله شديده مما يجعل الانسان يتساءل متى يسمع المسلم لله متى يطبق المسلم كتاب الله متى يقول لله تبارك وتعالى سمعا وطاعه ولذلك اخواني عندما ننظر الى احوال البيوت نجد السعاده مفقوده نجد الاكتئاب والقلق والاضطراب هو سيد الموقف أو المسيطر على الحالة العامة إنجاز التعبير أقول لإخواني وأقول لأخواتي أقول للسادة الرجال للأخوات الفضليات الأمهات والزوجات هذا ليس من فراغ إنما بأيدينا نحن أود أن ألفت النظر بادئ ذي بدء وهذه الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج انتبهوا جميعا انتبهي أيتها الكريمة الفاضلة زوجة كنت أما أختا بنتا انتبه أيها الأخ الفاضل الكريم زوجا أو أخا أو أبا أيا ما كنا انتبهوا جميعا أننا غدا موقوفون ومسؤولون أمام الله تبارك وتعالى غدا الحساب يجمعنا الحساب شديد للأسف الشديد نحن ما أعددنا لهذه لهذا اللقاء شيء وما أعددنا لهذه اللحظة شيء أنا عايز منك ايوه انت ما تبصيش جنبك وانت كمان ما تبصلهاش الله يصلح حالنا وحالك لا محتاجين نركز يعني ايه خلي بالك النهارده انت بتتفنن تضيع حقوقها وانت كمان بتتفنن تضيع حقوق وانت ولدي بتحاول ان انت تضيع حق اخوك او انت كحق اخيك او اختك او صاحبك او صديقك او جارك كله ده زي الفل طب وبعدين ما سالتش نفسك السؤال ده ما سالناش نفسينا وبعدين اوعوا تنسوا المشهد القرآني اللي هقوله لحضراتكم ده النهاردة هتسمعوه من العبد الفقير بس بكرة هنشوفه أنا وانت رأي العين خلي بالك الله يرضى عنا وعنك اوعى يعني تستضعف مراتك في البيت وتقول أصلا مسكينة بقى ومش هتقدر ترد وانت كمان اوعي يعني نقول ايه تقول ان هو لا الله في القرآن بيّن لنا في مشهد قرآني رائع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى نوفو قدامه تاني أعيده تاني ربنا بيقول إيه العجيب يا أخواني العجيب يا أخواتي إلى يد في صدور الكثير, الكثير ممن يسمعونني الآن رجالا ونساء صغارا وكبارا حافظينها معلش ما نزعلوش مني احنا حفيظة بس ما بنطبقش وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبعدين وأن سعيه سوف يرى وبعدين ثم يجزاه الجزاء الاوفى ثم ماذا وأن الى ربك المنتهى انظر بدء الايه ماذا قالت؟ وأن ليس للانسان الا ما سعى يعني ايه؟ اللي بتعمله في مراتك في البيت خلي بالك الرجوله مش ان انك تهنها الرجوله مش ان انك تشخط وتنطر وتضيع حقوقها الرجوله انك تكرمها وتودي حكافة تعطيها كل الحقوق بتاعتها هي دي الرجوله الله يصلح حالنا وحالك الله يصلح حالنا وحالك الشطاره عندك مش انك تهيني زوجك ها اه الله يكرمك مش ان انت تعنديه وتعلي صوتك وتتطول عليه اطلاقا لكن خلوا بالكم اعملوا اللي انتوا عايزينه لكن وان ليس للانسان الا ما سعى وبعدين وان سعيه سوف يرى يعني ايه هيشوفوا ويتحاسب عليه ثم يجزاه الجزاء الاوفى، آه يعني ما فيش حاجه بتضيع، يعني هنتحاسب عليه، وبعدين مهما شرقنا ومهما غربنا إلى ربك المنتهى، إلى الله الرجوع. أنا بنقول لإخواني وأخواتي وأتمنى اعتبروني بفكر معاكم بصوت مسموع. أيوه بفكر مع أختي الفاضلة الكريمة، الزوجة الكريمة، مع أخي الحبيب، الزوج الفاضل، مع ابني وبنتي، نفكر شوية بصوت مسموع، إحنا لحد إمتى هنعاند في بعض؟ لحد امتى النهارده بنقعد يعني نضيع في كافه الحقوق اللي العجيب يا اخوانا بنلاقي القلوب ميته يعني ايه انت عايز تعرف حجم الماساه اللي احنا عايشينها نخطف رجلينا كده لاي محكمه من محاكم الاحوال الشخصيه والله تحزن او اي قسم من اقسام الشرطه والله والله تبكي ليه الناس ما شاء الله لا حول ولا الا بالله خلاص استطيعنا الخصها في كلمه الخصها في كلمتين غاب المنهج فاذا غاب المنهج لا تنتظر الا الضياع لا تنتظروا الا الهلاك والدمار لا يعني احنا عايزين بيوتنا ترفرف عليها السعاده احنا عايزين بيوتنا ترجع ليها او يرجع ليها الحب والود اللي احنا فاقدينه النهارده النهارده لما تيجي تتامل احوالنا هتجد يعني انجاز التعبير الحوار بيننا مفقود ازاي شيخ والله يمين وصل عنه الحوار بيننا مفقود سبحان الله ربنا يخلي فيسبوك الفيسبوك المحدث العلامه تويتر الشيخ الامور ابن الحلال جوجل مش كده ولا ايه؟ كل واحد فينا تلاقي الاب قاعد في البيت ماسك التليفون على على الفيس ومراته على على تويتر ولد مش عارف عليه والبنت وكل واحد شغال الله ينور الله ينور بسم الله ما شاء الله حتى واحنا بناكل اه والله والله ما بقول نكت دي حقيقه يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى البنت في ورطه في مصيبه مش عارفه تحلها واخوها يبقى في مصيبتين ولا حد يعرف عنه حاجه والراجل في ثلاث مصايب ولا حد هنا وهي نفس القصه من اول ما نصحى لحد ما ننام فين الحوار؟ فين الحوار بتاع زمان؟ فين اللغه لما نقعد كنا نقعد كده انت مالك يا ابني انت مالك يا بنتي انت مالك يا امرأتي؟ مالك يا حبيبي يا زوجي يا امور انت ابدا آه مفيش كلام ده مش فاضيين بقى واه اه لو سالها او اه لو سالته ايه بتشك فيا يا اخوانا ايه دخل الكلام ده احنا عايزين نعيد البيت لجو الالفه عايزين نعيد نعيد البيت الى الود والترابط والتراحم والتالف والتعاطف اللي احنا فاقدينه النهارده عشان الله سبحانه وتعالى علمنا في القران ايه بقى؟ للأسف الشديد دماغنا مش مع القرآن علشان كده الأمة في ضياع ربنا بيقول لنا في القرآن يا سادة يا أختي يا مسلمة يا زوجة يا حبيبي يا راجل يا طيب وربنا لنا في القرآن إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم طيب إيه رأيكم تعهدوني أمام الله من خلال هذه الحلقات من خلال هذه اللقاءات إن إحنا نغير خلي بالك خلي بالك مش عيب نغلط تاني بأكد والله ما عيب نغلط والله أنا بغلط وانت بتغلطي وانت بتغلط النبي علمنا كده كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون اي الراجعون الى الله الكبير المتعال العيب يا اخواني ويا اخواتي ان احنا نعرف غلطنا ونصر عليه يبقى عارف ان اني غلطان وده اللي بيحصل في بيوتنا الراجل عارف انه غلطان ومطلع عين مراته بس يقولك لك معقول اعتذر لها ابقى مش راجل بقى يا راجل خليك راجل الله يصلح حالنا وحالك الرجوله مش كده وهي بتبقى عارفه انها غلطانه بس معقول اعتذر له لا خليني كده ده بحل القطه على طول الخط لا ما ينفعش طبعا مش عيب مش عيب ان احنا نغلط معنى ان احنا ما بنغلطش يعني احنا كده ادينا نسينا عصمه والعصمه لا تكون الا للانبياء والرسل فانت الله يرضى عنا وعنا سواء غلطت مع مراتك فيها او هي غلطت فيك او مع ابنك هيدا اعتذر لابني اه طبعا ايه المشكله او لبنتك او العكس الله يرضى عنا وعنك لا احنا محتاجين محتاجين بدل الصوت العالي اسمع مني كويس الله يرضى عن ايوه انا شايفك وعارفك ها قاعد كده ما شاء الله طول النهار والليل زعيق وشخص مع البنت ومع الواد ومع الست هيدا الرجولة عندك ما شاء الله والطول والعرض بقى انا مش عايز اقول لك كلمتين بس الله يصلح حالنا وحالك هتزعل مني اكيد وتكرهني ومتكملش مع البرنامج بلاش اقولهم لكن الله يرضى عنا وعنك خليك حلو خليك دايما هادي زي النبي معلمنا صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله لا الشخط ولا النطر ولا الزعيق ولا ده هيحل المشكله في البيت بالعكس هتخلي بنتك تكرهك والواد ينفر منك ومراتك ما تقبلش وشك ولا تشوفه كمان طب ليه كده ليه الدنيا مش مستاهلة قولوا لي يا اخوانا ايه اللي في الدنيا يستحق ان احنا نهين بعض عليه او ان احنا نتربص ببعض قولوا لي الله يرضى عنا وعنكم مفيش حاجه تستحق الكلام ده لا احنا محتاجين ان احنا نراجع نفسينا لله ايوه ان لا نغلط ولا نغلط وحقك عليا ومش هنكرر الكلام ده تاني الله يرضى عنا وعنك يبقى اذا محتاجين ان احنا نعيد حساباتنا نراجع نفسينا الله يبارك فيك ودايما ابدا بلاش نراكم بلاش الامور بينا تتراكم غلط مع غلط، مالك يا حبيبتي لا زال الفل، مالك يا اخويا لا انا قلب ابيض بسم الله ما شاء الله وكلنا بيحقد على بعض تكون النتيجه مع اول مشكله نفتكر اللي فات، انا بتمنى ان احنا كده ان شاء الله بدءا من اللقاءات القادمه نحاول كده نركز مع بعض ون... و, و... لك ايه؟ هات ورقه وقلم وانت حضري لي ورقه وقلم من من اللقاء الجاي، عارفين ليه؟ انا هاخد بدايه من الحلقه الجايه قبل ما اخش على الحقوق الضائعه اسس السعاده في البيوت اللي مفقودة في بيوتنا النهاردة عشان كده متربصين ببعض الله يصلح حالنا وحالكم أنا في انتظاركم في الحلقة القادمة الله يرضى عنا وعنك علشان نبدأ نحاول ان احنا نصلح حالنا ونظبط أيوة مش عيب ان انا اغلط ورقة وقلم وهتكتب ورايا كده ايه يا أسس السعادة واحد اتنين تلاتة اربعة هنشوفها في الحلقات اللي جاية ان شاء الله سبحانه وتعالى والله الامور منضبطة الحمد لله فضل من الله ونعمة لا هركب لي وانت راكبة دماغك مفيش مشكلة بس خلي بالكم بكره هنموت وهننزل القبر وهنعرض امام الله سبحانه وتعالى شوفوا المشهد القراني بيقول ايه؟ الله اكبر ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الايه ديت كتير من اخواننا بيسمعها بس مش في دماغه مش معاه وربنا بيقول ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وايه كمان؟ ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله أكبر أعرض عن ذكري أعرض عن القرآن وأعرض عن سنة نبي القرآن أعرض عن تعاليم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بالمعنى البسيط ركب دماغه بالمعنى البسيط زي ما احنا النهارده تبص الواقع مجتمعنا او مجتمعات الغالبيه العظمى من المسلمين ملوش كبير اللي طق في دماغه حاجه سامحوني بالمصري يعني ايه اي فكره تيجي في دماغه بينفذها صح ولا غلط مش مشكله المهم انا عايز كده لا اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الضنك مش الفقر اللي بيفسرها كتير من اخواننا ده غلط لا الضنك يا حبيب قلبي الله يرضى عنه عنك ان كل سبل السعاده قدامك متوفره ماديا لكن للاسف الشديد ما تعرفش للسعاده طريق، عايش في قلق واكتئاب ويعني امور كثيره ما بتنامش الا بمسكن وده ما ينفعش، لا احنا عايزين نراجع نفسينا وعايزين نعيد حساباتنا الله يصلح حالنا وحالك، البيت النهارده انا ما زلت مصر البيت النهارده الاساس بتاع المجتمع اساس الامه، اذا صلح البيت هينصلح حال الشارع وحال المجتمع وحال الامه على موعد ان شاء الله في اللقاء القادم ما تنسوش جهز ورقه وجهزي ورقه وقلم ايوه ايه ده هنذاكر يا شيخ معلش خدونا على عالي وامشوا معايا واحده واحده صدقوني حينصلح حال البيت لا املك الا ان اقول بلغت ربي اخواني فاشهد القاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى واسس السعاده في البيوت سلام الله عليكم ورحمته وبركاته <applause>